وسهلا بكم اخواتي اخواني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. وصفتنا لليوم هي المعقودة. لطلبات المتتبعين غادي ندير لكم اليوم وصفة المعقودة، اي المعقودة الوهرانية. اليوم راح ندير لكم الطريقة الاصلية للمعقودة الوهرانية، اي بدون اي اضافات اخرى. الوصفة الاصلية يعني اللي نستعملوها يعني من بكري بدون اي اضافات اخرى. إذا لصنع وصفة المعقودة نحتاج إلى المقادير التالية. أول شيء عندي هنايا زوج حبات بطاطا كبار، يعني ماشي بزاف كما راكم تشوفوا. البطاطا أنا هنا درت غير زوج لأن يعني مانيش غادي ندير كمية كبيرة، وانتوما على حسب أفراد العائلة، كما يكونوا أفراد العائلة كتار يعني لا تزيدوا في البطاطا. مغليين في الماء. ثلاث حبات بيض، غادي نديروا حبة في المعقودة وزوج حبات من بعد نرمدو بهم المعقودة تاعنا. الفرينة كذلك شوية فرينة نرمدو بها المعقودة تاعنا، شوية معدنوس، فص واحد تاع ثوم مقطع قطع صغيرة هكذا كما راكم تشوفوا، نديرو غير فص واحد. والتوابل نحتاج إلى شوية ملح، شوية فلفل أسود، زعفران باش نلونو به المعقودة تاعنا، قادرين يعني اللي ما يبغوش زعفران قادرين نديرو الكركم، راس الحانوت شوية راس الحانوت، وشوية تاع قرفة، قرفة ماشي بزاف يعني غير شوية كما راكم تشوفوا. إذا بسم الله نبداو في طريقة التحضير. ندو البطاطا تاعنا ونمرسوها يعني نطحنوها مليح هكذا. من الاحسن يعني تطحنوها كي تكون حاميه باش تساعدكم اكثر هكذا. قادرين يعني تحلوها غير بالفرشيطه او تطحنوها في الطحانه العاديه هكذا. نحلو البطاطا تاعنا مليح، لازم نمرسوها مليح يعني ما نخلوش البطاطا تاعنا حبات هكا صغار يعني نحسوا بيهم من بعد في الماكله، لازم نحلوها مليح مليح. اذا هكذا رانا نمرسنا البطاطا تاعنا مليح كما راكم تشوفوا. الان راح نضيفوا لها اول شيء ثوم، فص واحد تاع ثوم، المعدنوس، والتوابل الملح، الفلفل الأسود، راس الحانوت. راس الحانوت اللي ما يعرفوش هو تشكيلة من البهارات أو من التوابل منوعة يعني، أنا نبغي بزاف بنة راس الحانوت في المعقودة. القرفة، قرفة نديرو غير شوية ما نكتروش هكذا. واخر شيء في التوابل هو الزعفران هكذا. نديرو حبه تاع البيض تاعنا، ونبداو نخلطو يعني من الاحسن هنا نخلطو بيدينا هكذا، نخلطو كل شيء مع بعض. المعقودة كما تعرفوا هي طبق من الأطباق يعني الرئيسية اللي يديروها العائلة الجزائرية في رمضان. هكذا نخلطوها مليح،
والمعقودة يعني كما تعرفوا قادرين تضيفوا لها اي شيء تبغوه، فرماج، فيون داشي، طون، اي حاجة يعني تبغوها تضيفوها. لكن اليوم انا بغيت ندير لكم الوصفة الاصلية يعني المعروفة اللي يديروها من بكري، والوصفة الوهرانية اللي يديروها ناس وهران. هكذا الان الخليط تاعنا راه جاهز. اذا الان راح نبداو نخبزو المعقودة تاعنا، يعني نديروها خبيزات خبيزات صغار. اذا نديرو شوية ما هكذا في يدينا باش ما تلصقناش في يدينا، وندو شوية هكا تاع المعقودة ونديروها كرات صغيرة هكذا، ونديروها في الفارينة هكذا، نديروها غير هكذا. ومن بعد كي نديرو لها البيض نخبزوها، من بعد راح نديرو لها البيض ونقلوها. اذا نواصلوا العملية، نديرو كرات المعقودة هكذا ونغمسوها هنايا في الفارينة ونحطوها هنايا ونكملوا ونواصلوا كيما هاك حتى نكملوا الكمية تاعنا كاملة. هكذا رانا كملنا خبز المعقودة تاعنا كامل كيما راكم تشوفوا ودرناها في الفارينة. اذا الان راح نقلوها مع بعض، ديروا لها البيض ونقلوها في الزيت مع بعض. اذا نديروا شويه زيت في المقله تاعنا فوق نار متوسطه. الزيت كما راكم تشوفوا هذه الكميه يعني ما نكثروش بزاف الزيت، غير شويه. ونبداو اذا خبيزات تاعنا نديروهم في البيض هكذا ونخبزوهم هكا، يعني نضغطوا عليهم شويه هكذا غير شويه ونحطوهم في المقله. هكذا اذا كي تشوفوها طابت لنا من تحت شويه نقلبوها على الجهه الاخرى. من الاحسن هنا تولوا تقلبوا في المعقوده تاعكم، تستعملوا يعني المغرف ما تستعملوش الفرشيطه باش ما تستقبوش بها يعني المعقوده تاعكم. ونخلوهم هكا يتقلاو لنا من الجهتين، كي يولي عندها لون يعني ذهبي نقلعوها ونديروها في طابي ابصغبو باش تشرب لنا كاع هذاك الزيت. فوالا المعقودة تاعنا راهي وجدت كما راكم تشوفوا. اذا تعطينا هذا اللون، اللون الذهبي، يعني تقلعوها من المقلات وديروها في بابي ابصغبو نشرب لنا كاع هذاك الزيت. والنتيجة يعني المعقودة راكم تعرفوها كامل لذيذة جدا، وهي من الاطباق الرئيسية يعني اللي نديروها في شهر رمضان وبزاف ناس يعني يبغوها. حبيت نديرها لكم اليوم بدون اي اضافات كما طلبتوها مني. هذه هي الطريقة اللي احنا نديروها هنايا في وهران، تجي بنتها شابة بزاف بهذوك التوابل تاعها المتنوعين وخاصة يعني راس الحانوت. ان شاء الله تجربوها انتم تاني يعني وتستمتعوا بهذا البنة. كالعادة نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.